بطاطي انا سلقتها زي ما حكيت لك روان. اوكي. وقمت عنها المي. وبالضبط راح اعمله هلا، راح اهرسها بس مش راح اضيف عليها قصص الهرس زي كانه نعمل ماش بوتيتو عاديه، لا هاي ماش بوتيتو مش عاديه. راح احط فوقيها شويه بابريكا، شويه فلفل حار، يا سلام، شويه كركم، شويه بودره ثوم طبعا مهمه، كترت شوي، عندي ملح، عندي فلفل اسود، يبي عبيناها وراح اهرسها. بيضيع كله، بيضيع بالبطاطا بالضبط. هذا هيك لما بالاخر عندي تصير قوامها كريمي، هي عشانها بارده هلا غلبتني، بس لما تكون سخنه كثير اسهل بصفي هرسها 100%. بدي قوامها يصير كريمي عشان اقدر اشتغل فيها. ممتاز. وهلا راح احط فوقيها البقدونس المفروم. اها، ايش ضل المكونات؟ خلص على البطاطا بس نفرم. خلصنا البطاطا نهرس. هلا ايش بنعمل؟ نهرسها لما تصير عندي كريميه. هلا هون عندي بطاطتي صارت ممتازه. صحيح. اللي راح اعملها هلا على شكل جراس بهذا الشكل. شوف كيف بدي اجمعها على شكل كره، بعدين بسويها على شكل جروس دائري. بهذا الشكل. تمام. حلو. طبعا هلا هي لما تكون سخنه نستناها شوي تبرد عشان نقدر نكمل الحركه الجاي. نحطها هون. راح اسوي قرصين انا هلا، الباقي بسويه بعد الحلقه. حاول يكونوا كلهم نفس الحجم. طبعا طبعا هاي زي حشوه شو قراص البطاطا اللي بتسويها بالعجين. صح، كثير قريبه منها يعني بهاي الطريقه شكرا. زي هيك القرص حط هون، جهز عدة القلي. يلا. طحين، بابريكا، فلفل حار، طبعا فلفل حار اختياري يا جماعه، اللي بده بدوش، اللي بده بده، اللي بدوش كركمي. بدوش كركم عشان اللون الحلو، تومي عشان طعم الزاكي، بيكنج باودر لعيون الطيبين بس نتفه. مش راح يلاقي شيء يحكي، طلعت لعيون الطيبين. ايوه. عندك ملح لايش؟ هاي للطعم ستي. فلفل اسود. ايوه. عندي هون بدي اجيب ويسك صغير ونحرك المكونات. حرك المكونات على الجاف، تاكد كله انخلط مع بعض. وبعدين راح احط مي لنوصل لهذا القوام. هذا اورجيك قديش يعني هيك، بدي قوامها سائل، ما بديها عجين. 100%. يعني باتر اللي هو تبع زي تبع الدجاج. ايه في له اسم ثاني هو. والله ماني عارف شو اسمه. استنى. هذا زي التمبورا. هذاك لا، شيء ثاني هذاك. ايش فيها التمبورا؟ مش فيها برضه طحين ومي؟ طحين ومي، بس نوع طحين معين بيكون. اوكي. هيك، وهذاك بيجي اخف زي ال سائل اكثر يمكن. هيها راح انزلها بالطحين. هيك بهذا الشكل، هيك بعديها راح امسكها انزلها بالزيت اللي زي النار عندي. يا بي انا خايف بقول لك. طب ما تحطها بايدك، حطها بالمصفاي. يي ليش ما حرقت ايدك؟ ما انحرقش انا روان حبيبتي. يا سلام، لا انا هون في امان. بي قاعد بغلي. يلا كمان وحده. متبعه كريستين، متبعه للزيت وين راح يوصل. مش شايفتيني راجع على ورا؟ قال ما ضلش عندك اواعي نظيفه. بس اخذت كل اواعي بالمطبخ. خلص هيك تمام، ما بدي اكثر كثير فوق بعض، ارصهم عشان ما يطلع بخار المي ويخرب الدنيا. هاي زبطت. شوف كيف. الحمد لله. هاي هي. يا سلام، قرمشه ومقحمشه طبعا لون الزيت هيك عشان انا قليت فيه قبل الهواء يا جماعه، ما تفكروا انه محروق. حرام. انا قالي فيه قبل الهواء ما بحب اكبه يعني، فاستعملته بعدين. والله زبطوا. زبطوا بس طلع. اسمع الصوت، اقرب المي. يلا يلا. سلام. صوت هيخبل.